ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين وحشتوني من الحلقه اللي فاتت احنا عارفين طبعا ان ابتسامتنا هي مدخلنا لقلوب الناس وربنا خلق لينا أسناننا عشان نقدر ان احنا نبان بشكل حلو وصوره حسنه المظهر وكمان ليها وظيفه تانيه مهمه جدا وهي تقطيع الاكل وهضمه هضمه جزئيا طبعا وكمان من خلال الفم بنقدر نطلع كلمات الحب اللي هنقدر ان احنا ننشر بيها السلام والتسامح بين الناس لكن احنا بسلوكياتنا الخاطئه باكلنا اللي مش مظبوط سوء التغذيه وكمان اكل حمضيات كتير اكل سكريات كتير وعدم الانتظام في غسل الاسنان بيؤدي بينا ان احنا الانسجه اللي حوالين الاسنان بتتاكل فالاسنان بتقع وبنوصل بعدها المرحلة ان احنا مش ما عندناش ثقه في نفسنا حاسين ان احنا شكلنا مش حلو قدام الناس ما بنقدرش نضحك بنتكسف من ضحكتنا وعشان كده لازم نزور طبيب الاسنان في اسرع وقت لم... قبل ما يحصل لنا كل الكلام دوت عشان بيتم زراعة اسنان للي لل... اسنانهم بتقع ديت عشان نرجع تاني جمال ضحكتنا ومعانا النهارده دكتور شادي نجم اخصائي طب الفم وامراض اللثه والتشخيص والاشعه اللي هيكلمنا عن زراعه الاسنان النهارده اهلا وسهلا بيك دكتور شادي اهلا بيك يا رؤى واهلا بالساده المشاهدين والنهارده مبسوط ان انا معاكي في الحلقه دي ان شاء الله وتبقى حلقه مميزه والناس تستفيد بيها ان شاء الله اهلا بحضرتك احنا دكتور بنسمع كتير جدا عن زراعه الاسنان يعني ايه زراعه اسنان إيه لو اخذنا اما نتكلم عن نقطة الزراعة دي يعني خلينا نقول ان هي دي مش الحاجة الأولى اللي احنا ممكن نفكر فيها، احنا عندنا كزرع دي حاجة من الطرق التعويضية، يعني لما يجي حد عنده أسنان مش موجودة، أسنان مفقودة، هنقول ان الزرع ده واحد من الطرق التعويضية، لكن هي مش الطريقة الوحيدة، ممكن واحد تاني نقول له الأفضل ليك ان احنا نعمل لك سنة مثلا متحركة أو طقم متحرك، واحد تاني نقول له الأفضل نعمل لك اسنان ثابته اللي هو كوبري واحد نعمل نقول له نعمل لك زرع لو افترضنا مثلا هنتكلم على واحد مثلا ما عندوش سنه قدام هنقارن ما بين ان احنا نعمل له زرع او نعمل له كوبري ميزه الزرع الوحيده انا هقول لك لسة زرع يعني ايه بس انا بوضح نقطه الاول الفرق ما بين الاثنين ميزه الزرع الوحيده ان انا ما بقربش السنه اللي قبلها ولا السنه اللي بعدها يعني المكان ده فاضي هحط فيه الزرعه من غير ما اقرب للسنه دي والسنه دي، يعني ايه من غير ما اقرب؟ يعني من غير ما ابردهم. طب لو واحد اصلا جاي لي والسنه اللي جنبها هنا واللي هنا اللي المكان الفاضي مسوسين مثلا او مكسورين، فساعتها هنقول له الاحسن ان احنا نعمل لك كوبري بحيث ان احنا نعالج السنه دي والسنه دي ويبقوا الثلاثه ظاهرين بمظهر كويس، مش انا أعالج الفراغ اللي موجود ده بس. وبالتالي احنا لازم الحاله تيجي الاول مش ما ينفعش هو يقول لي انا عاوز اعمل زرع لازم انا اقول له اللي أحسن ليك دي او دي او دي. يسيب لي نقطه الاختيار دي فاهماني يعني آه في حالات ما بينفع لهاش زرع مش ما ينفعش اي حاله في الدنيا ينفع لها بس احنا دايما بنفكر ايه الاحسن للحاله مم. يعني اما يجي حد اقول له لا الاحسن نعمل دي ولا نعمل دي لكن ما فيش حاجه ما تنفعش الافضل لصحه الاسنان اللي حواليها وعشان الشكل النهائي برضو نوصل مم. للشكل لشكل نهائي كويس لازم يبقى آه نشوف ايه الانسب ليها بلاش يعني الناس كده بتسمع حاجات في التلفزيون إذا إيه زرع نجري نعمل زرع بسرعه لا ده أسنان مش عارفه هوليود سباي نرجع نجري نعمل هوليود سباي بنقلد وخلاص لكن هي كل حاله ليها انديكيشن معينه او اللي هي متطلبات معينه الافضل نعمل دي ايه الزرع ده نرجع بقى النقطه بتاعتنا الزرع هي طريقه من الطرق التعويضيه للاسنان المفقوده هي المفروض ان المصطلح الاساسي بتاعتها هي غرس الاسنان المفروض ان احنا غرس الاسنان مش زراعه الاسنان لكن احنا لما حتى بينا نقول للناس غرس الاسنان قلت طب انا عاوز اعمل زراعه مش عاوز اعمل غرس. يعني هي المفروض غرس احنا بنغرس السنه. مم. الزرع المفروض بيها زي ما حد فلاح يحط تقاوي وتبدا تطلع زرعه تبدا تنبت هي دي المفروض ان الزرع لكن هو الكلام ده ما بيحصلش كده هي مم. المفروض اسمها الصح غرس الأسنان فاحنا الزراعه او غرس يعني زي ما الناس عارفه احنا بنعوض بيها السنه اللي مش موجوده بنحط الاول حاجه في العظم مكان عندي مش موجود ما فيهوش سنه بنحط الاول الزرعه او الغرسه بنحطها جوه العظم ونسيبها لما العظم يلم حواليها وبعد كده نركب بقى الجزء اللي باين اللي هو الكراون او السنه اللي بتبقى ظاهره بقى اللي شكل السنه يعني في اي موانع لعمليات اجراء زراعه الاسنان يعني في ناس معينه مثلا تقول لها لا انت ما ينفعش تزرعي تزرعي اسنان عنده سكر عنده عنده ضغط اي اي مرض معين بص هي كل حاجه ليها آآ يعني ازاي نتغلب عليها بمعنى لو واحد جالي قال لي انا عندي سكر فاحنا الاول بنعمل له تحليل سكر بفضل طبعا نعمل تحليل سكر تراكمي اللي هو بيجيب لي النسبه خلال الثلاث شهور اللي فاتوا كان سكره عالي ولا سكره واطي ولا ايه تمام بنشوف لو هو الحاله عندها سكر او السكر بتاعه كان عالي لازم نقلل نسبه السكر الاول للطبيعي وبالتالي مريض السكر ما ينفع المفروض ان احنا نقول ما ينفعش يزرع الا اذا بقت النسبه طبيعيه وبالتالي بقى هو طبيعي. بتحط شروط للي عندهم امراض مزمنه؟ بالظبط السكر واحد من الامراض المزمنه احنا لازم نقلله الاول لكن لو جالي واحد بسكره عالي ما ينفعش يبقى انا كده مش هعمل زرع ليه. واحد مثلا ضغطه عالي احنا بنخاف من الضغط في ايه؟ هو الضغط مش من موانع لكن احنا ضغط الدم لما يبقى عالي اثناء العمليه اللي بنعملها الدم هيبقى كتير. يعني ضغط الدم يبقى كتير يبقى انت فتحه فتحه صغيره مثلا تلاقي نافوره الدم طالع منها م. فهو ده ده الموانع بتاعه هو ما يمنعش الزرع لكن هي النقطه كلها ان انت لا يفضل نعمل لواحد ضغطه عالي عشان ما يكونش نسبه دم كتير واحد مثلا عنده كان عنده جلطات بياخد ادويه سيوله برضه يبقى عندنا نسبه ان الدم كتير جدا في العمليه لكن هي ما فيش موانع يعني حتى الناس اللي عندها هشاشه عظام لو العظم بتاعهم طري جدا هشاشه ده حتى مش هنقول له ما ينفعلكش زرع لا هينفعلك بس انت عندك نسبه التئام العظم مع الزرع بتاخد مده طويله م. الطبيعي مثلا لو حد هنركب له اربع شهور لا هقول اللي عنده هشاشه هنخليها تسعة شهور ثمان شهور فاهماني يعني ما فيش ما فيش حاجه صريحه تقول لك انا مش هزرع لا م. كل حاجه تنفع لكن كل حاجه ليها اشتراطات معينه وتجهيزات قبلها طيب عملية زراعة الأسنان دي عملية جراحية يعني بتحتاج بنج كلي ولا بيبقى بنج بالبنج العادي بتاع طبيب الأسنان اللي بناخده في العيادة؟ آه السؤال ده كويس برضو عملية زراعة الأسنان ممكن تبقى سهلة جدًا وممكن تبقى صعبة جدًا. احنا بقدر الإمكان بنحاول نسهل الشغل على الحالة، بمعنى إيه؟ لو أنا جالي واحد العظم بتاعه إلى حد ما كويس، مش محتاج بقى إن أنا أفتح له عملية وأشيل لسه من على العظمة عشان ما شايف العظم كله. <applause> لا إحنا عن طريق الاشعات اللي عاملينها ببقى شايف سمك العظمة قد إيه، وبالتالي أقدر أسهل عليه ما أكونش فاتحة كبيرة قوي فاهمين <applause> لان لما اقعد افتح واشيل اللسة من على العظم ونحط الزرع ونرجع نقفل ونخيط الموضوع هياخد وقت قولي مثلا هناخد نص ساعه لكن احنا لو العظم مثلا كان عندي كويس من غير ما اعمل القصه دي كلها بنحفر على طول في اللسه للعظم ممكن الموضوع ما ياخدش خمس عشر دقائق فاحنا بقدر الامكان بنحاول نسهل الحاله بنحاول نسهل الشغل على الحاله مش اي حاله تيجي يلا بينا نفتح ونخش النقطة البنج الموضعي او الكلي اللي انت سالاه ممكن واحد يعني احنا امتى نقول لازم نعمل بنج كلي؟ اذا مثلا الحاله هتستغرق مده طويله جدا ساعات مثلا والمريض مش هيقدر يقعد ساعات طويله على الكرسي او واحد بيخاف ممكن واحد يقول لك اصلا انا مش هقدر استحمل ناخد ابره ساعتها ممكن نتوجه للبنج الكلي لكن هو طبعا ممكن يتعمل بالبنج الموضعي بسهوله جدا ولو هنعمل زرعه او اتنين موضوع ما بيخدش خمس دقايق لو هنعمل فك كامل فوق وتحت حوالي مثلا ست زرعات فوق ستة تحت مش هناخد نص ساعة الموضوع سهل بس يعني هي في امكانية ان احنا نعمل اكتر من زرعة في نفس ال... في نفس الوقت مش بنحتاج كذا زيارة ممكن نخلص هي في الاخر زي ما بقول لك الموضوع بيرجع على قدرة التحمل لو واحد مش قادر يعمل غير زرعة واحدة خلاص بوقفنا واحد ممكن يعمل له زرعتين لسه امبارح كنت بعمل حالة عملت له 12 ستة فوق ستة تحت وفي نفس الوقت وما خدناش حتى ما كملناش تقريبا 25 دقيقه مم. فهي كل حاله مختلفه ما اقدرش نعمم من النقطه دي على يعني كل الحالات يعني طيب احنا المعروف ان ان اي عمليه جراحيه بيبقى ليها مخاطر ومضاعفات بعد العمليه هل زراعه الاسنان او غرس الاسنان ليه مضاعفات بعدها او ايه المخاطر المحتمله اللي ممكن المريض يمر بيها في الوقت ده اثناء العمليه وبعد العمليه احنا ممكن في النقطه دي يعني أثناء العملية نقسمها لشقين. شق اللي هو آآ يعني مخاطر الزرعة نفسها أو مخاطر الجراحة. مم. النقطة دي ممكن تختلف من واحد للتاني يعني مش شرط إن أنا أعمل زرعة لازم يبقى يعني عندي مخاطر على حسب إن أنا عندي خبرة قد إيه في الشغل. يعني مم. خبرتي قد إيه كل ما واحد خبرته تزيد أو معدل شغله يزيد أو متعامل مع حالات أكتر كل ما نسبه المخاطر او المشاكل اللي ممكن تظهر له اقل يعني مثلا احنا بنقول دايما ان انت لازم تبقى دارسة الحاله كويس يعني لازم انا عارف عرض العظمه قد ايه وسمك العظمه قد ايه وارتفاعه قد ايه عشان ما يظهرش عندي مشاكل يعني عندنا مثلا لو حد بيعمل زرع على الفك السفلي تمام ومستوى العظم ارتفاعه قليل وعمل خطا في الاول ان هو ما جابش طول الزرع المظبوط عشان يحطها ممكن يعمل قطع للعصب بتاع الفك فدي مم. مخاطر ممكن تحصل اه بس ممكن تحصل ليه لان هو ما درسش الحاله كويس او اخطا في ان هو حط خطه علاجيه فاهميني مم. واحد تاني كان تجيب الانفي قريب لازم لازم يبقى في اشعه مع مع المريض لازم قبل بنطلب من المريض اشعه سواء بقى ثنائيه الابعاد او ثلاثيه على حسب الحاله مم. ممكن برده حد تاني يبقى تجيب الانفي قريب يتسبب ان هو يخرم مثلا الجيب الانفي او الحاجز الانفي فهي الحاجات دي ممكن تبقى مخاطر بسبب ان الشخص اللي بيشتغل مش متخصص في النقطه دي او بيستسهل او ما بيحطش خطه علاجيه مظبوطه المشاكل اللي هي ممكن تظهر بعد الـ بعد الزرع هي زي الجراحه العاديه ان ممكن حد يورم شويه هي مش مخاطر يعني هي بعض الاعراض يعني ممكن اه ممكن حد يورم شويه يبقى عنده شويه وجع بسيط سخونيه ممكن برضو بس احنا بنقول دايما ان احنا ما دام اشتغلنا بسرعه يعني في شغل سريع ومعرضناش العظم بتاع الفك او العظم اللي بنزرع فيه للعوامل خارجيه مده اطول دايما الاعراض اللي ما بعد الشغل بتبقى قليله يعني لو انا اشتغلت في خمس دقائق او عشر دقائق غالبا الحاله مش تورم لو قعدت ساعه لا 100% هتورم فاهماني فاحنا بقدر الامكان بنحاول ان احنا نقلل الـ الـ المده الزمنيه اللي بنشتغل فيها عشان ما نقلل الكومبليكيشن اللي هي ما بعد الشغل يعني بعد الزراعة. هناخد ناخد فاصل صغير نتفرج على فيديو ونرجع لحضرتك تاني. ماشي ماشي في انتظاركم. مفيش حاجة تمنع زراعة الأسنان لأن في نجم دينتال كلينيك كل الحالات تنفع تزرع حتى لو كنت مريض سكر بشرط إنك تظبط سكرك وتحافظ عليه، ومش بس كده، حتى لو مفيش عظام للفك بشكل كافي للزراعة، في نجم دينتال كلينيك موجود عندنا جهاز البيزو، وده عن طريقه نقدر نزود سمك العظام، ولو مفيش أسنان خالص في الفك، مفيش مشكلة من إنك تزرع، ولكن بعد الكشف أولاً، وتحديد عدد الزراعات المطلوبة، كل حالة زراعة تختلف عن الثانية، ولكل حالة طريقة علاج مختلفة. في نجم دينتال كلينيك الكشف مجانا علشان نقدر نحدد تشخيص الحالة وكمان ضمان مدى الحياة على الزراعة والمفاجأة عملنا لك خصم 50% مستني إيه؟ اتصل بينا واحجز ميعادك رجعنا لحضرتك تاني بعد ما اتفرجنا على الفيديو دوت نحب نسمع تعليق حضرتك عليه بص الفيديو ده احنا عاملينه لو انت لاحظت فيه ان احنا قايلين كل الحاجه مفيش مريض سكر ما ينفعش يزرع مم. طب مفيش مريض ضغط ما ينفعش يزرع لو حد العظم بتاعه قليل احنا عندنا الحمد لله اجهزه في العياده نقدر نوسع العظم شويه يعني هي الفكره كلها ان انت عارفه يعني مثلا لو ده العظم لو قلنا ان العظم مثلا 6 مللي احنا بنحط مثلا جواه زرعه 3 اه مللي لازم نسيب جزء من العظم هنا او هنا يعني لازم يبقى حوالين الزرعه كلها متحوطه بالعظم لو العظم اصلا مثلا الحاله جايه لي العظم 3 مللي وانا عاوز احط زرعه 3 مللي يبقى يعني الحل ايه مش هينفع احطها ساعتها من عندنا جهاز اسمه بيزو نقدر نقسم بيه العظم كده بدل ما هو كان 3 مللي قسمناه بقى 5 او 6 زي ما احنا عاوزين فدي عشان كده بقول للناس دايما ممكن حد يروح لدكتور يقول له انا عاوز اعمل زرع يقول له لا ما عندكش عظم حالتك ما تنفعش هو ممكن الدكتور اللي هو راح له ما عندوش الامكانيات ان هو يعمل له النقطه دي مم. فقال له حالتك ما تنفعش عشان كده بقول مفيش حاجه فعلا بدايه الال... بدايه الفيديو بتاعنا مفيش حاله ما ينفعش تزرع بس كل حاله ليها طريقه معينه للعلاج كل حالة تنفع بس كل حاله ليها طريقه معينه للعلاج ده بيدى امل للناس يعني الناس لما تسمع الكلام ده بيقول لك فعلا انا لازم اروح اكشف واشوف لازم تكشف عند حد متخصص مش اي دكتور بيشتغل زرع احنا هنعرض معانا دلوقتي بعض الصور لحالات حضرتك اللي عملت اللي عملت عمليات غرس اسنان هنعرضها دلوقتي وهنتكلم عليها بس احنا عايزين نعرف بس احنا في مجالاتنا دي في مجال في كل المجالات بيحصل تطور واستخدام تكنولوجيا حديثه هل في زراعه الاسنان برضو دخل تكنولوجيا الحديثه انا أه، زي ما بقول احنا يعني زمان كنا لازم الحل اللي هتيجي كانت بتقعد مده طويله جدا لان كان لازم نفتح بقى على اللسه ونشوف عرض العظمة قد ايه ونقعد نقيسه بحاجه كاليبر كده حاجه شبه المسطره بنقيس بيها سمك العظم طبعا الاشعه بقت تبين الكلام ده كله ودي حاجه من ضمن الحاجات اهي بقت تختصر عليا ان انا لازم غصب عني افتح اللسه عشان خاطر اشوف العظمة قد ايه جهاز الليزر دخل في الليزر دخل في الغرس ولا لسه؟ بصي هو الليزر, الليزر في تقنيتين من الليزر ليزر بيقطع في الانسجه السوفت اللي هو السوفت ليزر وفي هارد ليزر السوفت ده بس وظيفته الوحيده ان هو بيقطع في اللسه يعني بدل ما انا افتح بالمشرط تمام عشان ابين اللسه لا او ابين العظم يعني لا ساعتها بفتح بالليزر م. هو طبعا ميزته ان هو بيبقى ألم اقل ممكن ما احتاجش خياطه مفيش دم بينزل لكن ان احنا نعمل زرع كاملا بالليزر ان انا احفر بالليزر محضر. لا مفيش فيش الكلام ده الليزر استخدامه ممكن يكون مقتصر بس في عمليات الزرع على ان انا افتح بيه في اللثه الزرع بتتم ازاي آه، هو سؤال فني شوية بس يعني احنا هنحاول نبسط للمشاهدين آه، ازاي بيتم زراعة الأسنان؟ آه، احنا أول حاجة بنشوف الأول الارتفاع بتاعنا، ارتفاع العظمة قد إيه؟ تمام؟ وعرض العظمة قد إيه؟ وبناء عليه نبدا نحدد مقاس الزرع اللي عندنا هنقول مثلا جت لي حاله الارتفاع بتاع العضم 13 مللي والعرض مثلا 6 مللي فانا هشوف حاجه تبقى مناسبه للمكان ده هنقول هنحط زرعه مثلا طولها 11 مللي و... ده المسمار اللي بيبقى في الاول اه يعني مش عايز نقول مسمار يعني هو <applause> يعني الناس بتشبهه بالمسمار لكن هو شبيه بالمسمار فعلا يعني لانه يعني في سريشن كده او في زي الاوز يعني حلزوني يعني آه... فاحنا بنقول مثلا هنحط زرعه مثلا قطرها 3 مللي في ارتفاع 11.5 تمام نبدا نوسع نخش اول حاجه بالدريل الاولاني او اللي بنحفر بيه الاولاني نوسع اول حاجه مللي وبعدين نخش مثلا بالثانيه نوسع ثاني وبعدين بالثالث اللي هو يبقى مقاس الزرعه وبنقوم على طول مدخلين الزرعه في المكان بتاع العظم ده م. الموضوع سهل جدا سهل جدا يعني فوق ما تتخيلي وما بياخدش وقت لكن هي برضو خلينا نقول نقطه ان هي مش كل الحالات بتبقى الموضوع فيها كده، في حالات فعلا بتحتاج مجهود اكتر او فتح اكتر او فيها خياطه او زرع عظم او بس احنا بقدر الامكان زي ما قلت لك بنحاول نوصل ان احنا نسهل الموضوع بقدر الامكان على الحاله. طيب احنا اللي بي بيزرع سنه دوت بيبقى ليه طريقه معينه لاهتمامه باسنانه ولا الاهتمام العادي؟ لو انت سمعت في الفيديو اللي احنا قلناه احنا قلنا ضمان الزرع مدى الحياه. طب ازاي ضمان مدى الحياه؟ في حاجه في الدنيا مدى الحياه؟ اه في مدى الحياه. لإن الجسم بمجرد إن هو قبل الزرعة دي قبلها هي جسم غريب بيتزرع مجرد إن هو قبلها خلص الموضوع إن شاء الله هتعيش معاكي مدى الحياة لكن في اشتراطات الاشتراطات دي اللي هي إيه؟ لازم الحالة تزورنا كل ست شهور ننضف الجير تمام لإن زيها زي, زي الأسنان بيتراكم عليها جير مم. الجير بيعمل تآكل في اللثة وتآكل في العظم فلو فضل يترسب الجير يعمل تآكل في العظم في العظم في العظم هتلاقي في الآخر الزرع مابقاش حواليها عظم بقت سايبة يبقى احنا من الاشتراطات ان احنا نقدم للناس ضمان مدى الحياه لازم يبقى عندي زياره كل ست شهور بنعمل فيها تنظيف جير ويبقى عندنا اشعه بانوراما جديده بنبص عليها نشوف مستوى العظم عامل ازاي ونقارنه ببتاعه السنه اللي فاتت وهكذا عشان نضمن ان حتى لو لا قدر الله الحاله فيها تاكل في العظم او او بدا يحصل تاكل في العظم نقدر نلحقه <applause> ان احنا نعمل زرع عظم وبالتالي نقدر فعلا نحافظ على مدى الحياه ما يبقاش احنا نخش الاجراء الزراعه مره ثانيه عملناه مره وخلاص تمام يعني وغسل اسنانه هيغسل اسنانه مثلا بانتظام يوميا مرتين في اليوم آه لا لازم بعد كل وجبه آه عشر مرات يعني آه هو هيتم باسنانه ازاي بعد كده في البيت هو الزرع خلاص انت مجرد انت عملت الزرعة وركبت عليها الكراون اللي هي التلبيسه يعني شكل السنه بيبقى بتتعاملي معاها تعامل بالظبط زي الاسنان بنغسل سناننا الصبح وبعد كل اكله وبالليل احنا غسيل الاسنان غالبا بيبقى من ثلاث لخمس مرات في اليوم تمام. يعني يفضل صبح و... يعني مع الوجبات يعني والصبح وبالليل قبل ما ننام. آه... وطبعا المشكله الثانيه مش في غسيل الاسنان بس يعني في ناس اصلا بتغسل اسنانها بطريقه مش صحيحه. احنا دايما غسيل الاسنان بيبقى في شكل نص دايره كده او دوراني تمام او في اتجاه واحد يعني لو بنغسل الفك اللي فوق الاسنان اللي فوق فمن فوق لتحت لو بنغسل اللي تحت من تحت لفوق. لكن اللي بيغسل بالعرض ده ده اصلا بيعمل تاكل في السنه وتاكل في اللثه. فهي طريقه غسيل الاسنان الصح دي مطلوبه مش مم. غسيل الاسنان وخلاص أنا فهمت حضرتك فدي نقطه برضو آه كل ده بنشرحه للحاله لما يجي حد بيعمل زرع او بيعمل عندنا حشو او بيعمل اي حاجه في العياده بنشرح له كل حاجه لازم تغسل سنانك ازاي لازم تنضف ازاي لازم كام مره في اليوم كل ده بن آه بنوضحه ليه طبعا غير غسيل الاسنان في استخدام الخيط اللي هو الفلوس امتى نستخدم خيط الاسنان امتى نستخدم فرشه ما بين الاسنان اللي انت كل حاجه من دي ليها استخدامات وليها طرق معينه للعنايه بالاسنان وامتى نستخدمها ودي ممكن حتى نبقى نعمل ليها حلقه ثانيه نتكلم فيها ازاي عنايه باسناننا او العنايه بالتركيبات يعني. وهو الخيط الخيط العادي في ناس بتستخدم خيط عادي او سلاكه السنان اللي هي الخشب والحاجات دي دي بتضر الزرعات او بتضر السنان عموما؟ بصي هي الخله دي اللي هي التوث طبعا دي واحده من الطرق المستخدمه في تنظيف ما بين الاسنان لكن هي لا يفضل لان استخدامها اللي بطريقه مش صحيحه هتعمل توسيع او تاكل في اللثه ما بين الاسنان وبالتالي انت هتزودي الجاب او الفراغ اللي موجود ده وهتعملي جيب يعني لو حد بيستخدمها يبقى حذر جدا مش يدخل ويحشر ده عشان طلعها. في الاسنان عامه مش في الزرعه اه كله كله. هم كلهم نفس نفس طريقه اللسان يعني مش احنا بعد ما بنزرع بنتعامل مع الزرعه دي على ان هي سنه عاديه خالص زي الاسنان طيب, طيب. الخيط الفرق ما بينه وما بين الخيط العادي ان هو ده مش سهل القطع مش سهل اول ما تحطيه يتقطع وزاد ان هو عليه ماده شمعيه واكس بحيث ان هي تتزحلق ما بين السنان يعني ما تدخلهاش بالعافيه مجرد تخش من الاسنان تلاقيها هي ايه الزحلات لوحدها وده الفرق ما بينه وبين الخيط العادي طيب احنا في 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 موجز كده حضرتك هتقول لنا ازاي نضمن ان احنا نحافظ على اسناننا عامه وعلى الزرعة خاصه يعني ادينا ارشادات كده نمشي عليها بحيث ان احنا نحافظ على اسناننا بص هي اول نقطه نقدر نتكلم فيها او اول نصيحه اقولها لازم زياره طبيب الاسنان كل ست شهور لان الدكتور في الاول هيقدر يلمح اي حاجه حصل يعني جير الكون هننضفه تسوس في بدايته هنعالجه فاهماني فهي <applause> اول حاجه لازم زياره طبيب الاسنان كل ست شهور لازم يبقى استخدامي للفرشه بشكل منتظم يومي من ثلاث لخمس مرات في اليوم ومش اللي هي في ثواني واطلع لا لازم وانا قدام المرايه بغسل وابقى شايف فعلا ان اسناني بقت نظيفه مفيش في اكل عليها تقريبا مده بتستغرق حوالي خمس دقائق من ثلاث لخمس مرات في اليوم الخيط ما بين الاسنان، الفرشة العادية بتاعتنا دي ما بتنضفش ما بين الاسنان. لازم الخيط اللي هو الفلوس ده بيخش ما بين الاسنان وسنة سنة, سنة عشان نطلع أي أكل متراكم ما بين الاسنان. الماؤث آه الموثوش اللي هو المضمضة أو الغسول بتاع الفم، ده برضو بيستخدم آه باستمرار على الأقل مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل. فالحاجات دي ضرورية جدا، اللي ما بيعملش كده أسنانه مش هتعيش معاه. يعني اللي هيفضل ماشي على غسيل الاسنان والفلوس والمضمضه ان شاء الله ومتابعه الدكتور كل ست شهور يعني هيدم ان شاء الله ان هو اسنانه هتعيش معاه العمر كله بتجي لنا ناس في العياده 60 70 سنه وفعلا ما خلعوش ولا سنه وبيجي واحد عنده 20 30 سنه خلاص يعني انا بيبقى صعبان أيوة علي وانا بقول له ان اسنانه كلها ما نافعه يعني لازم تخلع كله وتعمل بقى زرع او تعمل اي تركيبات ايا كانت يعني ف في الاخر العنايه عليها دور مهم جدا يعني الاطفال ممكن نزرع لها اسنان اول عمر الزراعه من 17 سنه 17 سنه بعد ما يكتمل نموه اه لازم النمو يبقى بتاع الفك اكتمل عشان الزرعه دي لما بتبقى موجوده بتوقف نمو العظم م. فهي لو اتعمل لحد في سن صغير ممكن توقف نمو الفك يعني مثلا لو حد عنده سنه مفقوده من هنا وزرعها وهو مثلا 10 سنين فرضا او 12 سنه هتلاقي ممكن الفك ده يحصل فيه نمو اكتر من الجنب ده يبقى البق إيه؟ النمو تعوج فاهماني؟ فطبعا لازم عند 17 سنه لما النمو يكون اكتمل. طب لو واحد خلع من زمان طفل صغير مثلا خلع سنه دايمه عند مثلا 13 سنه. عم يوصل 17 سنه المسافه بتاعت الاسنان هتقفل مم. الاسنان بتريح على بعض لازم الفتره دي تعمله له حافظ مكان لغايه لما يوصل سن 17 وبعد كده نعمل الزرع الأسناني إحنا للأسف حلقتنا خلصت بسرعة بنشكر حضرتك جدا على تواجدك معنا وعلى المعلومات القيمة اللي سمعناها من حضرتك وأكيد لينا حلقات تانية معاك بإذن الله عشان نتكلم في باقي الموضوعات لأن موضوع الأسنان ده موضوع طويل جدا، نشكر حضرتك جدا دكتور شادي. شكرا ليكم وأنا مبسوط جدا أني كنت معاكم النهاردة وإن شاء الله نشوفكم مرة سعر. تانية إن أعزائي المشاهدين شكرا ليكم بالاستماعكم معانا في البرنامج، استنونا في حلقات جاية كتيرة ومع السلامة.